السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي أصدقائي الأعزاء أينما كنتم، مرحبا بكم في قناة أنا جيت. ولله يخطيكم علينا وبارك الله فيكم واحد واحد فيما كنتوا داخل وخارج الوطن الحبيب، من وجدة حتى للصويرة ومن طنجة للقويرة وجميع بقاع العالم والمعمور. إخواني أخواتي قناة أنا جيت وأنا جيت تيفي كتنقل لكم يوميا جوج ديال الفيديوهات مع 8 ديال الصباح على أي حاجة وجميع المشاريع والبنية التحتية اللي كتواجد داخل مدينة الرباط والنواحي. اليوم كما كتشوفوا وانا جاي طالع باش غنمشي لكم فين مدينة الفردوس، وجيت طلعت ديريكتومو صورت لكم الفندق الفخم، صورت لكم الفندق الفخم وصورت لكم واحد المشروع اخر تما في الطريق ديال القنطرة، وانا جاي باش غنوريكم التوسعة اللي خداتها الطريقة. الطريقة توسعات هي شتوها الرابطة ما بين شارع محمد السادس وانت طالع على العودة. طريق ولات كتدي لينا جوج في جوج شتيها، والإنارة على جهتين ياك، شتو الإنارة على جهتين، وهنايا كاين عندنا الرومبو هادي اللي كتدخل لينا فين لهنايا لدار السلام. هنايا دار السلام هاد العام ما تفرجناش لا فروسية، ما كانش لا فروسية، ما مشينا لا الجديدة، ما كاينش الفروسية ديال الجديدة ولا مسمى ولا عبد الله ولا دار السلام. اذا هاد العام كان عندنا شويه ماشي هو هذاك، ما فوجنا ما والو، والله لك الحمد. غناخذوا الطريق ديالنا وغادي نمشيو مع هاد الطريق اللي تصاوبات جديده ياك، وناخذوا لكم منا واحد الخمسه ولا 10 ديال الدقائق باش تعرفوا اشنو دار واشنو تزاد واشنو دار. اذا على بركه الله، على بركه الله، على بركه الله، الحمد لله، اللهم يسر يسر يا حفيظ. وحنا ضي مارينا وعلى بركة الله. كاين عندنا هذا كيبيع داكشي ديال الغيبة، شتوه داكشي داير بحال فيه التراب، اشنو سميتو، كيحفروا عليه وكيجبدوه في هاد ليا القيسة ديالتو، وكيجيبوا البلوط حتى هو تيحطوه شي ماكينة. هانتو ما هانتوما الجاردينه جرات تقاد، شتو على جهتين، شتو على يدي اليسر اليسر، شتو شي رائع. وهانتوما دابا الشارع هذا هانتوما شوفوا على يديكم اليسر من جهه الطوبيس، شتو واحد الاقامه دارت واره، داروا هنا لي فيلا. وشنو كيديروا في الفيلا؟ شوف الهواء نقي، شنو كيديرين وارين، وكيطلعوا على الخلاوات من ليه، الناس اللي عز عليهم الهدوء والسكينه، الزقزقه ديال العصافير. هانتوما شوف شوف من ليه، هانتوما الناس اللي موالفين كيدوزو من هاد الطريق، شو راه كبرات تبارك الله ما شاء الله. كاين عندي واحد شويه ديال 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 السكوت حيت كنجري بسرعه دابا. باش ناخذوا مسافه طويله ياك، واخا ناخذوا مسافه طويله تكون عندكم اي معرفه. واحد الرومباي داروا هنايا، وعملية ديال التشجير شتوها مشات على اليمين وعلى اليسر. هذا هو كيتريني، هذا داز عليا قبيله.
جينا حتى لهنايا فين الفيراج هذا راه معروف هذا الفيراج معروف هذا الفيراج شو انجوما شوما كاينه التمساحات شوما كاينه الله يعطيك صحتك هذه راه كنت تخوف على الكراش هذا دازت عليا الصباح فاش كنت كنصور في هذا البروجي دازت عليا في هذاك البروجي شتوها راه هي غاديه هذه هي الطريق فين غيديو باش يمشيو يخوف هذاك الديبو انتوما جات حتى لهذا الفيراج هو وهذه راه بلاد كتحرت هادي وقت الحرت راه غنجي نوريها لكم مره دير فيها قمح مره دير فيها فارينة مره هاد البلاد مره دير فيها كل مره ملي كندوز من هنا كتبان ليا راه واحد البيبيني راهي على الله يسر شتوها شي جميل كاين عندنا واحد ستاسيون قدامنا غادي نمشيو عند داك ستاسيون ان شاء الله نشربو فيه شي قهيوة باش نقادو به الدماغ ديالنا ياك انتوما هاد الفيلا تا هما ضربو كلشي هادي كانوا هنايا شي مخاشش شوما راه كاع حيدوهم كانوا هنايا شي مخشاش وشي شي بنايات عشوائية وهنا في هاد البلاصة بالضبط هي راه مابقاش زادو تما هذوك الديور راهم هذوك الفيلات هما في البلاصه انتوما شي جميل شو هادي طريق عين عودة شو شفتني كي دايره من الفوق معمر الجو على الله في غتشدنا الشتا اذا دابا في هذا الشارع هو راك شتو دابا هذا راه طلع لينا من شارع محمد السادس من التحت ياك جاي من باب زعير هو بحال كويا تخيل معايا دابا انت من باب زعير حتى لهنا شحال من كيلومتر جاو داروا فيه الفيلات كله فيلات شوف ودوك الفيلات كلهم كيطلعوا على واحد لو غيفاج ليه داكشي وار شو وشالين هذا لعن الله في الغيسالي حنا غاديين معاه دابا شحال من كولوميت دابا شحال دابا شحال ضربت بكم 8 دقائق والزياده وانتم لي بروجي كلو بروجيات كاين فيلات اي بلس دو هاي الشتا اللي طاحت الصباح شتوها الشتا ان شاء الله نتمناو باش يكون عندنا موسم فلاحي زاهر زاخر والفيلات وانتم المسائل ومشى علينا بحال هكذايا اذا هذا البرومي فيراج غادي نوصلوا ليه باش نشربوا القهوه ديالنا اللهم يسير اذا اخواني اخوات هنا كانوا الدراري ديال كيصوبوا داكشي ديال البيبان ما فين داوهم مسكر كيصوبوا داكشي ديال لي نوكس ديال البيبان في هذه البلاصه لا يا لا هذه البلاصه ما فين مشاو اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء وانتم غاديين معنا في هذه الرحله اللي غنمشيو بها حتى لمدينه الفردوس خليكم معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم الى غنوصلوا مدينه الفردوس غنشوفوا هي 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 هانتوما شوفوا البلاصه اللي كان كيتلعب فيها الموسم ديال الخيل شنو ولا فيها اي هي هي شو واحد الاقامه اخرى من اللي رويا وحده من هنا وتزات الاخرى من اللي عاوتاني وكل هادشي تضرب فيلات اصاح الدنيا كلها تضربات فيلات هانتوما خوتي مشات هادي فيلا حتى لهاد الفيلاج هنا واحد الدوار هنايا شربوا فيه قهوه نقادو فيه الدماغ ديالنا عاد نكملوا الطريق ديالنا اي 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 تشوفوا بلاصه الموسم اس بارك الله وصلنا اذا اخواني اخواتي اصدقائي الاعزاء لالا خطيكم علينا وبارك الله فيكم وشكرا لاي واحد كيدير شوف 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 بوكلي اي 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 اجوما خوشي كلشي اجوما تادو داروا اليوم داكشي ديال الرباط تا هما داروا اليوم تروطواراج ها فيلاج ها دوار صغيور ها واش شتو ها بتي فيلاج ها هو شربوا فيه قهوه فيه فرماسيان وانتم دابا خديتو فكره
وهاد البطوات ديال الضوء تقادلت لهم الاناره والمسعي غير اكتفي بهذا القدر. دمتم في رعايه الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما كاين غير الله الوطن الملك. وين مشيت؟